وصلنا لموضوعنا الرئيسي في حلقة اليوم اللي راح نتحدث عن أهمية فترة الخطوبة وكيف ممكن تكون ناجحة ممكن تكون بداية لحياة جديدة وسعيدة بين الزوجين. كل التفاصيل في هذا التقرير السريع ونرجع لكم. هاتوا الفلوس اللي عليكم. هذه الكلمات طالب شاب مصري خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد قرارها فسخ الخطوبة، وتضمنت القائمة مصاريف الأكل والشرب والهدايا اللي صرفها عليها. والخبر ممكن يكون غريب، لكن هذه مو أول مرة نسمع بمثل هذه القصص. فإيش هي الأسباب اللي ممكن تدفع هذا الشاب أن يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات، خاصة إذا ما اعتبرنا أن فترة الخطوبة هي بداية لرحلة العمر، والمفترض تكون من أجمل فترات الحياة، فهي فترة التخطيط والتعارف والاتفاق في كل الأمور، وتبقى ذكرياتها ومواقفها في البال طول العمر. فكيف ممكن تكون فترة الخطوبة ناجحة وصحية وتكون بداية لحياة جديدة وسعيدة بين الزوجين؟ وكيف ممكن يتم تجاوز الخلافات فيها؟ وللحديث أكثر عن الموضوع خلونا نرحب مدربة التنمية البشرية نور البيطار. يسعد صباحك يا أهلا وسهلا فيك. طبعا إيش في البداية إيش اللي يخلي الشاب يتصرف بهذه الطريقة أصلا اللي مش حلوة بعد ما يفسخ الخطوبة؟ هل هو إذا انقهر أو هو يطلع لحقيقته؟ ايش برايك؟ بيقولوا النهايات اخلاق، فهذا الشيء كثير حقيقي. ما فينا نحن نقيس اخلاق الشخص لما يكون هو سعيد ومرتاح، غالبا لما هو يعصب يكون محبط، يشعر ب طلع حقيقته، بيطلع حقيقته وبتبين اخلاقه الحقيقيه. بس اكيد في اسباب بتخلي الشخص يظهر أسوأ ما عنده، واهمها خلال فتره الخطوبه هي الاحباط، لانه بيكون في توقعات معينه من الشخص الاخر وما بيحصل عليها، فبيصاب بالاحباط وبصير بعض الاشخاص بتصير مؤذيه. صحيح. طيب إيش أبرز المشاكل اللي ممكن تواجه المخطوبين في فترة الخطوبة؟ أغلب المشاكل بتكون على المسؤوليات، الأمور المادية، تربية الأطفال، العقائد، وطبعاً تحضيرات العرس وأهلي وأهلك، وهي النوع المشاكل هي أكثر شيء بتتكرر فترة الخطوبة. حلو. طيب كيف يتغلبون على هذه المشاكل؟ كيف نقدر نتجاوزها في فترة الخطوبة علشان نمشي الأمور ونوصل للزواج؟ أكيد. هلا بيقولوا العلاقة الناجحة ما بتبلش لما تتعرف على الشخص، بتبلش لما أنت ببداية حياتك بلش تفهم نفسك. يعني لازم تقوي التواصل عندك، أنك تقدر تقرأ الآخرين. أهم خصلة أنك أنت تنميها هي ذكائك العاطفي. الشخص اللي ما عنده ذكاء عاطفي من الصعب جدا أنه يقدر يتواصل مع الشخص الثاني، حل خلافاته ويكون ذكي معها. فإذا نحن نمينا هاي الشغلة أكيد رح نقدر نتخطى الخلافات. حلو. طيب كيف ممكن تكون فترة الخطوبة ناجحة زي ما يقولون بكل المقاييس؟ هلا في عنا نوعين من فترات الخطوبه. عندك فترات الخطوبه الورديه اللي بيكونوا الشخصين مستمتعين جدا وطلعات وفوتات ومشاعر حلوه، وعندك النوع الثاني اللي هو بيقضوها مشاكل على الامور اللي ذكرناها. هلا نحن الفترتين غلط، يعني اذا قلنا الفتره الورديه بدون خلافات خطا، لانه رح تطلع الخلافات بعدين بعد الزواج. وعندك الفتره اللي بالضبط، وعندك الخلافات اللي هي متكرره مؤذيه فيها تجريح، هي كمان بتكون فتره غلط. احسن شيء هو المزيج بين الاثنين، انه نحن نقدر نعطي لبعض العاطفه والحب والطمانينه ونبني الثقه، وكمان نعرف نتعامل مع خلافات بعضنا من خلال الفهم للشخص الاخر، ونقدر نركز على الامور اللي عن جد بتزعجه اللي هي بالنسبه له خطوط حمراء، والامور اللي عن جد بتفرحه لنقدر نستخدمها كل فتره وفتره. طب كيف ممكن نتهيئ احنا الحياه الزوجية، نبدأ نهيئ نفسنا، نهيئ شريكنا، أنه إحنا داخلين على فترة جدا مهمة، وزي ما قلنا أنه بعض الأحيان الفترة الوردية الحلوة اللي كلها سعادة أو الفترة اللي كلها مشاكل تخلينا شوية يعني ما عاد نقدر نتهيئ نفسيا لهذه الحياة. أكيد. هلأ هون الوعي مهم، أنه لو كنا نحن بالفترة الوردية أو فترة الهانيمون فيز، لازم ندرك أنه في أمور لازم نختبرها بالعلاقة. يعني ما لازم نحن بس نركز أنه نحن عم تجينا مشاعر إيجابية، حاسين بحب، حاسين بكتير مشاعر حلوة، ما بدنا بس نركز عليها، بدنا نركز على الأمور اللي بتسبب الخلافات. يعني مثلا بدنا نشوف هل هذا الشخص لما يعصب عصبيته مقبولة بالنسبة إلي ولا لا، هل هذا الشخص ماديا بيتصرف بطريقه بتناسبني ولا لا، هل هذا الشخص في عنده طموح بيشبه طموحي مثلا على الامور المستقبليه، على العمل، على الاستقرار، وين حابين تستقروا، تربيه الاولاد، الامور الرئيسيه، العقائد الدينيه، الامور الاجتماعيه، هاي لازم نبلش نسال فيها ونتعمق، وكمان لازم نعطي مساحه. يعني مو بس انه انا اسال واتعمق، اذا الشيء ما ناسبني اوكي مع السلامه، لازم نعطي مساحه للتفاهم، يعني يكون خلينا نقول 20% تقبل و80% بدي يكون أنا عندي قواعدي الثابتة.
طيب هل يكون شيء صحي لما يدخلون الأهل في فترة الخطوبة في حل بعض المشاكل أو في تنبيه هذول المقبلين على الزواج أنه في أشياء مهمة لازم تسوون عشان تهيئوا لهذا الزواج؟ هلأ الجواب يعني المباشر هو لا، مش شيء صحي أنه يدخلوا الأهل، ولكن في بعض الحالات بنحتاج أنه الأهل يتدخلوا بسبب عدم نضوج الشخصين أو قلة وعيهم وبحاجة للتوجيه. ولكن دائما أنا بفضل خلال فترة الخطوبة عطوا فرصة أول شيء لبعض أنه أنتوا تتواصلوا وتتفاهموا وتحاولوا توصلوا لحل. إذا كتير حاولت وما مشي الحال ممكن هون تلجأوا للأهل أو لشخص موثوق. نعم. طيب إيش النصيحة اللي توجهها لكل الشباب والبنات اللي مخطوبين الحين قاعدين يهيئون نفسهم لدخول القفص الذهبي؟ ما تقضوا وقت بس بالاستمتاع وبالتعبير عن المشاعر الحلوة، لأنه بعرف أنه أنتم كتير مستمتعين بهي المرحلة، ولكن أجلوا ما بعد منها لما بعد الزواج وركزوا على الأمور الرئيسية، على قيمكم، على الأمور اللي مهمة جدا بحياتكم، تختبروها مع الشريك وتعرفوا إذا هي العلاقة هتكون ناجحة ولا لا. صحيح. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، شكرا لحضورك معنا، وخلونا نشوف ملخص لموضوع اليوم.